ولهذا وجود المصطلحات في بعض الأنحاء له ارتباط بالعلوم الإنسانية، وله ارتباط بعلوم الاجتماع، وله ارتباط بالإعلام، وله ارتباط بالتأثير الثقافي وبإحداث التقليد وبإحداث التبعية وبنزع الاستقلالية في الفكر وفي تصور الأمور على حقيقتها. لكن كما ذكرنا منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي. وأيضا يقول القائل في أثر المصطلح في سياسات الأمم، يقول من ضرورات فن سياسة الأمم، من ضرورات فن سياسة الأمم معرفة طائفة من الألفاظ المؤثرة، لأن فعلها أشد من فعل الأدلة العقلية غالبا. الناس أكثرهم عاطفي، ونخبة من الناس برهانيون يعتمدون على التحليل والبرهان والدليل، لكن أكثر الناس لا يفكرون بالدليل، لا يفكرون بالبرهان، لا يبنون النتائج على المقدمات، وإنما هم يؤثر عليهم. لهذا كان من ضروريات فن سياسة الأمم، وقد انتبه إليها الغربيون مبكرا، وانتبه إليها كثير من قادة الأمم في الماضي والحاضر، أن تطلق ألفاظ تؤثر في الناس، فهي أشد فعلا في الناس وأشد تعليقا للناس بتلك السياسات من الأدلة العقلية ومن الواقع ومن البراهين المختلفة. وهذا تنظر إليه من جهة تأثير الشيوعية فيما أثرت فيه، ومن جهة تأثير الرأسمالية فيما أثرت فيه، ومن تأثير الوجودية وكثير من المذاهب التي تبنتها دول وصارت عليها حضارات أو قامت عليها مدنيات، فإنها أثرت وساقت الناس بألفاظ لا يفهمون تمام الحقيقة حتى إذا تكشفت تخلوا عنها. وقال أيضا في علاقتها، علاقة الألفاظ بسياسة الناس، قال أهمية المسميات في السياسة دون أهمية الأسماء، يعني أهمية الأسماء أكبر من أهمية المسمى. فكم نفذت نظريات هي من الخرق بمكان في ظل ألفاظ حسنة الانتقاء. وهذا أيضا موجود في بعض التيارات الإسلامية وبعض الأفكار التي خالفت نهج سلف الأمة، في أنه ثم أفكار وألفاظ حسنة الانتقاء أثرت ونفذت نظريات كما قال هي من الخرق بمكان. فإذا كثير من الألفاظ المصطلح يؤثر في تلك العلوم وفي فهم تلك العلوم. إذا قلبنا الصفحات والتاريخ إلى ما قبل الإسلام، وجدنا أن حقيقة المصطلح والاصطلاح ناشئ عن حركة، الحركة المدنية للأمة، حركة المدنية من حيث هي، يعني بمعنى في وسائل المدنية ووسائل العيش، سعى الناس في بحث المصطلحات التي تعينهم على أمور المدنية. ثم بعد ذلك دخلت المصطلحات الفكرية، أو دخلت المصطلحات التي تبحث في علوم العقائد أو في ما وراء الغيب أو في أشياء كثيرة كما هي عند اليونان وغيره. نقلب الصفحات ونأتي إلى العصر الحاضر. لا شك أن تاريخ المصطلحات في الأمة في جميع هذه الفنون أتى هذا العصر الحاضر، يعني القرن الرابع عشر الهجري، وفي الأمة هذا الركام الهائل من هذه المصطلحات. وبدأت الأمة في فعل كثير من المدققين تراجع تلك المصطلحات، بل قبل ذلك نقدت تلك المصطلحات في حركة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما نقد به مصطلحات الفلاسفة ومصطلحات الصوفية في علم كثير، جزاه الله عن الجميع خير الجزاء. ركام الهائل هذا من المصطلحات جاء لهذا العصر وجاء لأهله، لكنه مع الأسف جاء متأخرا. كيف جاء؟ بعد أن أخذته أوروبا وأخذه فلاسفة أوروبا، و الفلاسفة المخترعون، بالمناسبة المخترعون في أوروبا كلهم فلاسفة إلا ما ندى، يعني كلهم كان اشتغالهم الأول بالفلسفة، والفلسفة علم يبحث عن حقائق الأشياء، ولها عدة أقسام، في فلسفة إلهية وفي فلسفة طبيعية اللي تبحث في الفيزياء وفي غيره، وفي فلسفة رياضية وفي فلسفة موسيقية، يعني عدة أنواع
فنون وكتب لها مختلفة. المقصود أن المخترعين كانوا يهتمون بذلك، وكانت الجامعات في أوروبا مهتمة أكبر الاهتمام بعلم المصطلح وبالاصطلاح، حتى إنهم وردوا لنا مع الأسف أو صدروا لبعض من ذهب إليهم من الإرساليات المبكرة أن النظريات الأوروبية إنما هي ميراث نظريات الغزالي وابن رشد وابن خلدون إلى آخره. وثم عندهم من الدراسات الكثيرة عن ابن رشد، وطبعوا كثيرا من كتبه، وعن الغزالي وعن ابن خلدون، ناهيك عن الملاحدة كالحلاج والشعراء الماجنين كأبي نواس، ثم دراسات كثيرة هناك. لماذا؟ لأن الربط بين ما يريدون أن يصلوا إليه في هذه الأمة وذلك الميراث يسهل عملية القبول. فصدروا كثيرا من الأفكار والاصطلاحات على أنها فكر للغزالي وفكر لابن رشد، والمطالع لحركة العلمية في مصر بالذات والمؤتمرات التي قامت بمناسبة 1000 سنة على موت ابن رشد و1000 سنة على موت الغزالي و1000 سنة على كذا إلى آخره، تجد أنها تصب في هذا الاتجاه، في أننا نحتاج إلى فكرهم للتحرير، نحتاج إلى فكرهم في الربط بين واقعنا وواقع أوروبا، وهذه لها تفصيلات مختلفة. المقصود جاءت العلوم هذه متأخرة للأمة الإسلامية بعد أن أراها ما أراها من التخلف الشرعي والتخلف العلمي والتخلف الفكري والعقلي بجميع أنواع التخلف، فسهل ذلك التخلف أن توضع فيهم مصطلحات جديدة وأن تبث فيهم أشياء بتحديث العلوم وتجديد الفنون إلى آخره. فجاءنا كثير من المصطلحات التي أثرت في العلوم تأثيرا كبيرا.